وعبر الهاتف بينضم لينا كابتن احمد كشري نجم نادي الاهلي السابق، اللي اكيد هنتكلم معاه عن هذا الحدث الكبير، اكيد مشروع القرن كما سمي. يا صباح الفول عليك يا كابتن، اكيد منورنا النهارده في صباح اون تايم. صباح الخير يا شيماء، وسعيد ان انا معاكي، ربنا يخليكي. أكيد طبعا احنا اللي سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، وعايزين نتكلم عن هذا الحدث اللي كان في غاية الأهمية امبارح، الحفل اللي تم الإعلان فيه عن كل التفاصيل الخاصة بإنشاء استاد النادي الأهلي اللي هيكون موجود في فرع النادي الأهلي في الشيخ زايد، أكيد هيكون صرح عملاق. اتكلمنا أو سمعنا كلام كتير جدا اتكلم عنه مجلس إدارة النادي الأهلي، تصور كبير جدا لمشروع عملاق، أكيد هيكون يعني نقطة كبيرة وإضافية بالنسبة للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية، وأكيد كمان بالنسبة للرياضة المصرية بشكل عام. والله طبعا يعني انا عن نفسي وكل الرياضيين اللي لعبوا في النادي الاهلي او ينتموا للنادي الاهلي فخورين جدا بالحدث الكبير ده. النادي الاهلي دايما سباق في الاحداث الكبيره والاحداث اللي بتواكب العصر المتطور، فطبعا مشروع كبير وضخم ويضيف لمصر، مش للنادي الاهلي بس، يضيف لمصر كلها، ان يبقى في استثمار رياضي بشكل يعني منظم مع شركات كبيره، مع فكر يعني مستقبلي. ما حدش تقريبا في الفتره اللي فاتت او اللي جايه كان ممكن يفكر يعني احنا متخيلين الموضوع كان ممكن يبقى استاد بس. لا، ده انت بتتكلمي في استاد وبتتكلمي في جامعه وبتتكلمي في مدارس وبتتكلمي في حاجات كلها هتفيد مش بس الرياضي، هتفيد ابنائنا، هتفيد الناس اللي هي في مجال التعليم، في مجال الرياضه. فطبعا النادي الاهلي يعني طول عمره سباق، لان النادي الاهلي يعني مش من فراغ بطولاته، مش من فراغ الانجازات اللي بيحققها. فبصراحه يعني انا سعيد جدا جدا باللي حصل في النادي الاهلي والانجاز ده، ويحسب طبعا لمجلس الاداره ولكل القائمين على النادي الاهلي والمسؤولين، واقول مبروك لجمهور النادي الاهلي، لان دي حاجه هتسعد الملايين والاجيال اللي جايه هتقدر تروح النادي الاهلي، هتروح استاد النادي الاهلي جوه النادي الاهلي يعني في بيتها وبيت النادي الاهلي. فدي حاجه يعني كلنا فرحانين بيها. صحيح. كابتن احمد كشري، خليني اسالك عن كمان يعني وجهه نظرك في فكره بناء الاستاد ده، شايف كمان يعني ان هو بعد ما يتم انشاؤه ده هيفرق قد ايه بالنسبه للنادي الاهلي؟ لا طبعا هيفرق كتير جدا جدا، يعني النادي الاهلي النهارده هيعمل دخل كبير للنادي الاهلي. يعني النهارده لما يبقى عندك استاد يعني عندك منظومه كبيره، النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا والوطن العربي، شعبيه وبطولات كل حاجه. فالنهارده النادي الاهلي يعني ما كانش اتاحت ليه الفرصه السنين اللي فاتت ان احنا يبقى عندنا استاد خاص بينا. ممكن للحاجات يعني مثلا النادي الاهلي التتش ما تقدريش ان هو يبقى استاد، لانه طبعا في مكان يعتبر قريب من السكن، حته ما ينفعش ان يبقى فيها استاد. النادي الاهلي فكر في المشروع كتير، كان هيعملها في مدينه نصر، في النادي الاهلي مدينه نصر، ولكن قرب المكان للمطار كان ليه تاثير على اعتقد يعني الطيران او حاجه، فما تمتش الفكره. فالنهارده لما يتعمل بالشكل ده بالصرح اللي هو يعني او يعني المشروع الكبير قوي ده، لا دي حاجه يعني صحيح. طيب حضرتك شايف يعني ان مبادره النادي الاهلي في بناء استاد خاص بيه ده ممكن نشوفه بيتطبق مع بعض الانديه الاخرى، انديه طبعا خاصه الجماهيريه؟ والله اتمنى، انا نفسي الانديه الجماهيريه يكون عندها مشروع خاص بيه، عندهم استاد حواليه مثلا محلات. في بعض الانديه عندها كده، بتلاقي اموره على الاقل بيقدر يسدد يعني احتياجاته، لكن اتمنى الانديه الشعبيه يبقى عندها مشروع كبير تقدر تصرف منه على النادي ويدخلها دخل كبير ويخليها من الانديه قويه، لان الامكانيات النهارده في العصر الحالي يا شيماء هي مصدر القوه. طبعا اي نادي لو عنده مشروع كبير وعنده استاد وعنده امكانيات بتلاقي اموره ميسره، على الاقل بيقدر يغطي مصاريفه. لكن في انديه كثيره شعبيه اختفت لان ما عندهاش دخل، ما عندهاش مشروع، ما عندهاش حتى سيستم او فكر ان هم اللي قدام هيعملوا ايه. النادي الاهلي النهارده لا، ده بيعمل استاد وبيعمل مشاريع وبيعمل متحف وبيعمل حاجات يعني ما شفناهاش عندنا في مصر ولا حد فكر فيها الفتره الاخيره. لا اتمنى كل الانديه ويبقى في دعم للانديه الشعبيه بالذات، لان الكره اتعملت للجماهير وللانديه الشعبيه. صحيح، اتفق جدا مع حضرتك. كابتن احمد كشري نجم النادي الاهلي السابق، اكيد نورتنا النهارده في صباح اون تايم، سعدنا جدا بوجود حضرتك معانا، ونهارك ويومك سعيد وزي الفل.